bismillahirrahmanirrahim décompose ou déchiffre 458 le chiffre des unités 8 le chiffre des dizaines 5 le chiffre des centaines 4, 4 centaines, 400 plus 5 dizaines 50 plus 8 unités unités dizaines centaines 500, 500. العشرات صفر صفر ستة وحدات إكري سو لا فورم دين صوم دو نومبغ إيغو أكتب على على شكل كتابة جمعية إذا لدينا كتابة ضربية تصبح جمعية سانك فوا كاتخ ستين إكريتيغ سو فورم ملتيبليكاسيون كتابة ضربية سانك دو فوا كاتخ فوا سانك بليس سانك بليس سانك بليس سانك او اني او جيكري 4, 5 فوق او اكتب اربعه خمس مرات لان الضرب تبادلي لا كوميتاتيف من كتب خمسه زائد خمسه زائد خمسه زائد خمسه اربع مرات صحيح ومن كتب اربعه خمس مرات ايضا صحيح ديس فوا سيس ديس بيان دو فوا سيس فوا ديس بليس ديس بليس ديس بليس ديس بليس ديس بليس ديس 6 200 مئتان كم من مرة ثلاث مرات مئتان زائد مئتان زائد مئتان إذا كتابة جمعية تصبح كتابة ضربية كتابة ضربية تصبح كتابة جمعية والكتابة الجمعية تصبح كتابة ضربية ولكن الكتابه جمعية تصبح كتابة ضربية بشرط أن أن يكون لدينا تكرار نفس العدد. كومبليت لو بوسيد كومبيان دو فاس كومبيان دو سومي كومبيان داغيت. لي فاس إن فاس إن فاس وجه. أن سومي رأس. إن غيت حرف حروف مثلا حرف المكعب حروف المكعب حروف متوازي المستطيلات حروف الهرم للمكعب ستة وجوه وثمانية رؤوس واثنا عشر حرفا لوكيب بوسيد سيس فاس ويت سومي دوز اغيت احمد ا سواسون ديس ديغام الى شيت ان ليفغ ا ترونت ست ديغام اي تغوس ا تغيس ديغام يملك احمد سبعون درهما اشترى كتابا ب 37 درهما وكرزا يعني مقلاما ب 13 درهما كومبيان دي بونستيل كم انفق كم صرف يعني مجموع المشتريات ثمن الكتاب زائد ثمن الكرز خمسون درهما هذا هو المصروف ثمن المشتريات لي كومبيان لويغي ستيل كم بقي لديه كان عند احمد سبعون درهما ثمان المشتريات خمسون درهما، إذا ناقصت المشتريات، فالباقي عشرون درهما، بقي عند أحمد عشرون درهما، كتلة علبة سكر واحد كيلوغرام، واحد كيلوغرام يساوي ألف جرام، وكتلة أناناس ستمائة جرام، أيهما أثقل ولماذا؟ أيهما أثقل ولماذا؟ الأطقل هو علبة السكر لأن السكر كتلته واحد كيلوغرام والأناناس كتلتها ستمائة غرام واحد كيلوغرام أثقل من مئة غرام واحد كيلوغرام أكبر من مئة غرام لماذا قلنا أن واحد كيلوغرام يساوي ألف غرام السكر هو الأثقل